مشاهدينا صباح الفل عليك، وحان الآن موعد مسابقات وحكي وغنى وحركات كتيرة جدا جدا هنعملها زي ما انتم متعودين. واحنا متعودين رحلتنا هتبتدي دلوقتي حالا، وعلى طول هنخش في الموضوع ونتعرف على الأسر المنورانا النهاردة في رحلتنا السعيدة. نبتدي بالأستاذ يونس. ازيك يا يونس؟ الحمد لله. قول لنا عندك كم سنة وفي سنة كام وبتحب ايه وكده يعني؟ أنا 6 سنين. خلابي، بتحب ايه؟ بتحب تلعب ايه؟ بحب العب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن، ماشي. بس والحاجات التانية بتحبش تلعبها؟ طب هنشوف النهارده هتحب تلعب معانا ولا لا. اوكي اوكي ماشي. نيلي. اسمي نيلي، عندي 9 سنين. وبحب لعبة اكس او، وفي سنة تالتة. يا ولد، وانت الاخت الكبيرة بقى، تاخدي بالك من يونس؟ ماشي. وماما؟ هدير. هدير بتشتغلي؟ انا جيرمان تيتشر. جيرمان تيتشر، يا نهار ابيض، ده موضوع كبير قوي. جوتن مورجن. جوتن تاج. اوكي. بابا؟ انا اسمي ياسر، شغال اوراكل ديفلوبر. اوراكل ديفلوبر. ده مبرمج. ماشي. اوكي، ده ما فهمش في التكنولوجيا قوي يعني، بس برافو. انتوا من القاهره؟ اصلكم من القاهره. اوكي ماشي. الاسره الثانيه بقى اسره الاستاذ نوح. ازيك يا نوح؟ الحمد لله. ايه ده؟ طب اقول لك تاني، ازيك يا نوح؟ الحمد لله. ايوه كده، صحصح لي بقى وعرفنا على نفسك اكتر. قولي عندك كام سنه؟ 6 سنين. ماشي. وبتحب تعمل ايه؟ بحب العب بلاي ستيشن. برضه زي يونس؟ ماشي. طب بتحب تلعب الحاجات التانيه؟ لا. ايه ده؟ طب انت مش تلعب معايا لعبه تانيه النهارده؟ لا. ايه ده؟ يعني هتروح؟ لا. يعني انت قاعد بس مش هتلعب؟ اه. طب اما نشوف هتلعب ولا مش هتلعب. لارا، عرفينا بقى بنفسك. اسمي لارا، عندي 10 سنين. يا سلام، عم بيحييها. اوكي. في جريد 5 بحب الفي ار. نايس. ده انت جايه محدده هدفك، عايزه بقى تعرفي انت عايزه تلعبي ايه وكده. ماشي. وبقيه اللعب؟ لا برضه بحب يعني كل الالعاب اللي هنا. بتحبي كل الالعاب اللي هنا؟ ماشي. هنشوف بقى انتوا صحاب منين، عشان انتوا مش سن بعض. عشان مامي وطنط لقاء هما الاثنين صحاب من هما مع بعض في المدرسه. اوكي فهمت. فانتوا فعلا زي الاخوات بقى. نايس. طنط لقاء بقى هي مامت. شفتي طنط دي؟ لا لا لا، لقاء. ايوه معلش معلش. لقاء مامت نوح. بس لقاء مامت نوح. بس خلاص، ربنا يعينك على نوح. بس كفايه. خير. مش بشتغل وقاعده مع نوح. قاعده مع نوح كده ومدارس. ربنا يا رب يعينك على نوح. والاستاذ احمد. احمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تشتغل ايه؟ انا قبطان بحري. ايه ده؟ الله، انترستنج. بحر على طول وكده؟ ماشي. اوكي. طب وانتوا منين اصلا، من القاهره ولا منين؟ لا احنا اصلا من دمياط. دمياط، اجدع ناس. ماشي. عندنا النهارده اسره من القاهره واسره من دمياط، وهنشوف بقى نبتدي اللعب والتعارف على طول. نبتدي بقى نشوف كل اسره عارفه بعضها قد ايه. انت طبعا انت قاعده معاهم، طنط لقاء انتيمه ماما واحنا متربيين سوا، وانت البكريه واضح قعدتي مع طنط لقاء اكتر من نوح، صح كده؟ ونبتدي بقى على طول. هسال بابا عن يونس، ايه اكتر لون يونس بيحبه؟ لون يعني ممكن الابيض والتركواز. حقيقي الابيض والتركواز؟ يا سيدي يا حبيبي انت، ماشي. ايه اكتر لون نوح مش بيحبه؟ مش بيحبه؟ اعتقد الاسود. الاسود؟ لا. طب امال ايه اكتر لون انت مش بتحبه؟ البيت. البينك. بينك يعني. صح. مش ممكن، منطقي. اكتر لون اللي انا بحبه جرين. جري؟ ماشي. جرين. جرين، اخضر يعني. ماشي. اوكي. ايه اكتر كرتون مفضل عند نيلي؟ نيلي بتحب تتفرج على ميراكلوس ليدي باج. صح؟ يس. اوكي ماشي. ايه اكتر اكله لارا حبيبتك اللي انت مربياها من تقدمتك اختك بتحبها؟ مكرونه بشاميل. ده الله، ده بجد، ده يعني ده انت حبيبتي، اي حاجه هقولها تقول لك صح. اصلا كده كده. اوكي. لا ماشي. اوكي. لا بس قولي الحقيقه يعني، انا جوعت اصلا. مكرونه بشاميل ده حاجه حلوه قوي. ماشي. ايه اكتر حاجه بابا بيتضايق منها لما بتعملها؟ بيتعصب عليه. بيتعصب عليك ليه؟ عشان انت بتعمل ايه يعني؟ ده السؤال.
يعني هو ايه اكتر حاجه هو بتعصبه؟ معرفش. فكر ايه اكتر حاجه انت بتعملها بتعصبه؟ صوتي. ازاي ما تعرفش؟ نيلي بتقول لك واحنا سامعينها طبعا كلنا. ايه بقى؟ اقول انا؟ قولي. لما بيعلي صوته هو او بيلعب مع نيلي. اه يعني انت عارف بس مش عايز تقول. ماشي اوكي. ايه الحاجه اللي لما بتطلبها من ماما بتقول لك عليها دايما لا؟ شوكولاته. اه في اي وقت؟ اه في اي وقت يا ماما؟ مش كتير، مش بديها كتير. مش كتير طبعا. برافو ماما. ماشي خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده كتير.